سرشت كده ومتقال مثلا ايه ريجولار اكسبريشن. طبعا ريجولار اكسبريشن ماشي، ريجولار اكسبريشن بلاش المواقع، انا عايز اقول ريجولار اكسبريشن مثلا ماي اس كيو ال مثلا ماشي. وتعال نخش كده اوريكم ايه العلامات. هو طبعا كل واحد كل علامه ليها معنى، وبناء عليها احنا بنبدا نشتغل. فمن على موقع ده ايه جيكس اوف فور جيكس، ده محترم جدا. تعال نبص على الملخص اللي هو عامله لنا. الموقع ده من المواقع، ده من المواقع المهمه جدا تعليميا. بيقول لي في علامات وكل علامه ليها مدلول، ماشي بقى. كل علامه ليها ايه؟ ليها مدلول، والدليل بتاعها بتبدا تستخدمه انت بناء على العلامه اللي موجوده. فقال لي الاسترسك النجمه معناها زيرو اور مور انستنس اوف سترينج بريسيدنج ات اللي قبليها، بقى معناها الحاجه اللي قبليها منها واحد او اكتر، منها واحد او اكتر او مفيش حاجه كده قريبه من العلامه في الميه مع اللايك. فاهمينها؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ ما وصلتش؟ زي النجمه. يعني مثلا انا دلوقتي لو رجعت كده ماشي، وجينا قلنا هنعمل مثال، خلينا نعمل مثال الحاجه اللي تقف قدامنا نقول عليها مثال. لو انا جيت قمت قايل انا بسيرش عادي جدا على مثلا تبدا بالايه، لما اقول تبدا بالايه خلاص وعملت نجمه، النجمه بتاثر على ما قبلها، النجمه بتاثر على ما ايه، على ما قبلها. ويبقى معناها، ممكن يكون من اللي قبلها حاجة واحدة، ممكن يكون من قبلها أكتر من حاجة، أكتر من مرة متكرر يعني من الدبلر، ممكن يكون من اللي قبلها ولا حاجة زيرو. تمام، زيها زي علامة في المية بالظبط، زيها زي علامة في المية واحنا بنبحث. لو جينا سرشنا كده هنلاقي سامي جه. ليه سامي جه؟ أنا قايل لك يكون بدايته إيه؟ بدايته حرف الإيه؟ صح؟ بدايته حرف الايه؟ بس الاسترسك هنا بقى معناها ايه؟ ممكن ما يكونش اللي قبليها ده في حاجه، ممكن ما يكونش. يعني اللي اوله حرف الايه؟ او اكتر من حرف ايه؟ او ولا حرف ايه؟ مش كونفليكت، سيبك من كونفليكت كوماند ولا حاجه، انا بس بتكلم على معنى الاسترسك معناه ايه؟ تمام؟ هو مش كونفليكت ولا حاجه، هو عمل الصح. هو عمل الصح، انت بتقول له يبدا بحرف الايه وبعدين تقول له استرسك. بقى معنى الاسترسك ايه؟ اللي قبلها ممكن يجي منه مره، ممكن يجي اكتر من مره، ممكن ما يجيش ولا مره. فهمت؟ لا ما هو انا بس هو النجمه بقت خلت اللي قبليها اوبشنال، ممكن ما يجيش منه، يجي منه زيرو. فهمت؟ لا اللي قبليها، بصوا بقى اللي قبليها بقى اوبشنال، لان انت لو عارف يعني اوبشنال، اوبشن يعني بقت اختياري. فاهمني؟ يعني انت هو بيقول لك ايه ممكن يجي قبلها ايه؟ من اللي قبليها يجي زيرو، ما يجيش خالص. انت خليت اللي قبليها ده يعتبر كده بالنسبه لك اختياري، ممكن وممكن لا، وده ممكن يكون انت اللي بتدور عليه على حسب انت بتدور على ايه. ممكن تقول بيدور على اوله حرف الايه، وممكن برضه ما يكونش اوله حرف الايه عادي، انت اللي عايز كده. تمام، انت اللي عايز كده، وقت ما بتبقى عايز بتحط، انت مش عايز خلاص ما تحطهاش. فاهمني؟ زي مثلا ايه، انا بسيرش على المواقع مثلا بقول اتش تي تي بي اس مثلا، حرف الاس بالنسبه لي ساعات اتش تي تي بي، وفي مواقع اتش تي تي بي اس مثلا. فاهمني؟ فلما احط علامه النجمه بقى معناها ممكن يكون اتش تي تي بي اس، ممكن اتش تي تي بي من غير اس، ممكن اتش تي تي بي اس 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 مثلا، لو ده بالنسبه لي مقبول. فهمتني؟ فانا بستخدم على حسب ما انا ايه، على حسب ما انا عايز. المهم ان بقت تقبل ال HTTP وتقبل ال HTTPS وتقبل ال HTTPS اس و HTTPS اس اس اس، ما عندهاش مشكله. من اللي قبلها مره او اكتر او ولا مره.
ماشي؟ وصلت؟ وصلت ولا ايه؟ طبقنا. طب انا اعمل ايه طيب؟ انا اديتك مثال اهو. هو محتاج امثله كتير طبعا، الامثله كتير طبعا، يعني هتقعد تغرق فيها وتدور. طيب هقول لك. طيب استخدامات كتير جدا، يعني احنا اكتر حاجه بنستخدمها النجمه دي والبلس. النجمه والبلس دول من اكتر الحاجات. هو عشان اوريك استخدامات فعليه لازم تتعرف على مجموعه، عشان فعلا الاكسبريشن لما بيجي يكتب بيتكتب بمجموعه رموز، ما بيكتبش برمز او رمزين. يعني الحاجات الواقعيه اللي هي بنشتغلها فعلا بتبقى مكونه من مجموعه رموز. يعني مثلا لو جيت اديك مثال، مثلا هنا تلاحظ مثلا، عشان بس تفهم ان انت تصبر، تمام؟ بص لما اجي ادور على الانترنت ايميل ادرس مثلا، بص عامل ازاي؟ تمام؟ رموز اهي، صح ولا ايه؟ بس رموز ايه؟ رموز كتير، صح؟ سلاش دبليو دي رمز، زائد ده رمز، بص هتلاقي النجمه جت هنا اهو. فاهمني؟ وعلامات علامات علامات، في نجمه جت تاني. فانا عايز اقول لك ايه؟ اصبر عشان لما تيجي تدور على حاجات واقعيه، زي مثلا الانترنت ايميل، انا بدور على الايميلات مثلا بشكل مظبوط، او الايميلات اللي بتشتغل بشكل مظبوط او بتاع، هبقى مستخدم رموز كتير مع بعض عشان اعرف اعمل الاكسبريشن. فاصبر، ده اول رمز احنا بنقول عليه، يعني لسه ما قلناش يا هادي، يعني بنقول يا وما كملناش هادي يعني. فافهم واحد واحد، وبعد كده لما يجتمعوا مع بعض هتفهم انك هتعمل ايه. ماشي؟ ماشي؟ فالصبر شويه. البلس هي النجمه بالظبط، فرق صغير قد كده. مش احنا قلنا ان النجمه دي معناها يا اما اللي قبليها مفيش، يا اللي قبليها مره موجود، يا اللي قبليها اكتر من مره موجود، تمام؟ لازم يكون موجود مره على الاقل. اللي قبليها لازم يكون موجود مره واحده على الاقل، تمام؟ مرتين ماشي، ثلاثه ماشي، اربعه ماشي، 20 ماشي، بس لازم يكون موجود مره. طب ينفع مش موجود ولا مره؟ لا، لو ما ينفعش. النجمه هي اللي تنفع معاك مش موجود ولا مره، لو هي حاجه انت ممكن تعديها. فاهمني؟ لكن البلس ما ينفعش حاجه تعديها. فهمتها؟ لازم على الاقل ولو مره. ماشي؟ طيب في رمز تاني اسمه النقطة. لما احط نقطة كده، النقطة دي معناها حرف. حرف بقى من ال بي سي لغاية الزد. حرف بقى عبارة عن رقم من الصفر للتسعة. حرف عبارة عن رمز، المهم خانة، يعني ديجيت، وان ديجيت. ماشي؟ موجود اللي قبليها. اللي قبليها لا، مش موجود قبليها، اللي قبليها، الاكسبريشن اللي قبليها ايا كان ايه هو، هي بتاثر على اللي قبليها. يكون اللي قبليها ده موجود منه مره واحده على الاقل، او اثنين او ثلاثه. اللي قبليها ده ممكن يكون مش موجود خالص، ما يتطبقش، او يتطبق مره واحده، او يتطبق اكتر من مره، مش مشكله. يعني مش موجود مره واحده، ولا موجود منه خالص اللي قبليه، خلاص مش هيجيب لك نتيجه، خلاص مش ماتش، مش ماتش، خلاص هيطلع بره النتيجه، هيطلع بره النتيجه. يعني اهو تعال نرجع للمثال اللي احنا لسه عاملينه. هو شفت لما عملنا معاه استرسك، جه مين؟ جه كله تقريبا، صح ولا ايه؟ كل الناس. ليه؟ لانه لو انطبق عليه حرف الايه ماشي، ما انطبقش عليه حرف الايه ماشي، فهو كده كده هيجيب كل الناس، صح؟ طب لما اجي احط هنا بلس، لا ازاي بقى؟ ازاي انا بجبر ان لازم يكون اوله حرف الايه مره او اكتر من مره؟ مفيش مشكله، يعني ايه ايه؟ ايه 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 ايه؟ مفيش عندي مشكله، لكن المهم ان لازم يكون اوله حرف الايه ولو مره واحده. ده معنى الاكسبريشن ده. فما جابليش غير كل الناس، لا أو انور وعبد الحميد بس. لان دول اللي فيهم حرف الايه مره واحده، طبعا ما لقاش حد فيه اثنين حرف ايه او ثلاث حرف ايه، فهو مفيش مشكله، بس هو معناها كده. فهمتها؟ يا حبيبي اسمك ايه؟ اسمك ايه؟
زكي محمود. طيب هم ثلاث حاجات، تمام؟ هم ثلاث حاجات، هم بيتكونوا من ثلاث حاجات. هو كده كده بيتنفذ على اللعبة، تمام؟ اللي قبله ده لو انا بتكلم عن النجمه، اللي قبله ممكن ما يجيش خالص يبقى صح، يجي منه مره واحده يبقى صح، يجي منه اكتر من مره يبقى صح. ماليش دعوه بالاول ده، هو حسب الاكسبشن اللي قبليه. انا هنا عشان كتبت ان 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 العلامه بتاعت العلامه بتاعت الاس دي فهي معناها الاول، لكن اللي قبليها بقى اي حاجه انا ماليش دعوه. اللي قبليها ايا كان اللي قبليها، ماشي؟ هي بتأثر على اللي قبليها، اللي قبليها ايه ماليش دعوه دلوقتي. يعني مثلا احنا بنسيرش بـ ASM مثلا حرف من دول، خلاص، وحطيت هنا علامه نجمه، يبقى ايه؟ تبدا بـ A او S او M او اكتر من A او اكتر من S او اكتر من M او ولا ايه؟ ولا S ولا M، بقى معناها كده. ماشي؟ يا عمي والله اهي خليها في الاخر هنا وحط هنا نجمه. ماشي؟ يا عم حتى لو مش موجوده اصلا خلاص كان بيطلعها. حبيبي انت اسمك ايه؟ قلت لي معلش يا محمود. انا لما عملت النجمه في ناس جت مثلا مفيش ولا واحد اقول له ايه، واستنى بس انا كنت عايز اجيب لك واحد كمان ما فيهوش اصلا حرف الايه من الاساس، بس كلهم فيهم حرف الايه. لو ما فيش حرف الايه هيطلع، ما احنا بنحكي في ايه؟